بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 69. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نمضي في كلامنا على هذه الآيات، بداية من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد انتهى بنا الحديث إلى قوله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالذي حمل اليهود على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الحسد له وللعرب وبني إسماعيل، ويريدون أن تكون الرسالة محصورة في بني إسرائيل، ولا يريدون أن تخرج عنهم. والرسالة إنما هي لله عز وجل، هو الذي يختار لها من يصلح لها. ربك أعلم حيث يجعل رسالاته. فهم حسدوا هذا النبي، وهم يعلمون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان بما يجدونه في التوراة والإنجيل من خبره، ويتحرون ظهوره، ويريدون أن يكون من بني إسرائيل. فلما كان من العرب حينئذ اشتد بهم الغيظ والحنق والحسد، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته. وهذا من آفات الحسد، أنه يحمل على الكفر، كما حمل إبليس على الكفر بالله لما حسد آدم، وكما حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه ظلما وعدوانا. فالحسد آفة خطيرة، ويحمل على الكفر بالله عز وجل كما حمل هؤلاء اليهود. قال تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وآل إبراهيم منهم ذرية يعقوب، وهم بنو إسرائيل، فقد جعل الله فيهم أنبياء كثيرين من بعد موسى عليه السلام، آخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لم يشكروا الله عز وجل، هؤلاء اليهود لم يشكروا الله عز وجل على ما أعطاهم من النعمة العظيمة، بل إنهم كفروا نعمة الله عز وجل. ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل اشتد غيظهم وحنقهم، وتنكروا لنعمة الله عز وجل، فحملهم هذا على الكفر، على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. كفروا قبله بالمسيح عليه السلام، وقتلوا الأنبياء من بني إسرائيل. كل هذا بسبب حقدهم وحنقهم وكبريائهم، فإنهم لم يسلم منهم أنبياءهم، فكيف يسلم منهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، وهو التوراة والإنجيل والحكمة، وهي الفقه في دين الله عز وجل. وآتيناهم ملكا عظيما، أعطاهم الله الكتاب، وأعطاهم الله الحكمة، أعطاهم الله الملك. ففيهم الملك وفيهم النبوة، توارثوها جيلا بعد جيل، ويكون النبوة في شعب من شعوبهم، ويكون النبوة في شعب آخر في الأسباط.
كما قال موسى يذكرهم عليه الصلاة والسلام: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فكان فيهم الأنبياء وفيهم الملوك، ومنهم من آتاه الله النبوة والملك مثل داود وسليمان عليهما السلام. فمنهم أي من أهل الكتاب من آمن به، من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه. وهذا من عدل الله عز وجل أنه لا يعمم الحكم، بل إنه يفصل سبحانه وتعالى. فلما لعن بني إسرائيل وذمهم لم يعمهم، بل أثنى على الذين آمنوا منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. منهم من آمن بالأنبياء جميعا، ومنهم من صد عنه، أي صد عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به، وهم هؤلاء الفريق الذين ذهبوا إلى ومنهم هؤلاء الفريق الذين ذهبوا إلى الوثنيين يستنجدون بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر جزاءهم عنده وجزاء من تشبه بهم، فقال: إن الذين كفروا بآياتنا، قال: وكفى بجهنم سعيرا، كفى بها نارا مستعرة شديدة الوقود، شديدة الوقود. ثم فصل ذلك بقوله: إن الذين كفروا بآياتنا، والآيات هي العلامات الدالة على الحق، من الآيات الكونية والآيات القرآنية، آيات الوحي، آيات التوراة والإنجيل، وآيات القرآن المنزل. إن الذين كفروا بآياتنا الكونية فلم ينتفعوا بها ويعتبروا بها، وآياتنا المنزلة في التوراة والإنجيل والقرآن فلم يعملوا بها، فالكفر قد يكون معناه الجحود نهائيا كحالة المشركين والوثنيين، فإنهم لا يؤمنون برسول ولا بكتاب. وقد يكون الكفر بالآيات عدم العمل بها، عدم الإيمان بها وعدم العمل بها، مثل حالة اليهود: كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، من الإصلاء، وهو التحريق بالنار وإذاقة حرها الشديد. سوف نصليهم نارا، ونارا نكرة، والتنكير هنا للتعظيم، نارا عظيمة، نارا عظيمة. سوف نصليهم نارا، أي نارا عظيمة لا يعلم هولها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما انسلخت جلودهم من حرارتها وانشوت، فإن الله يبدلهم جلودا غيرها. ليس معنى أنه يبدلهم جلودا أخرى، وإنما يغير صفة هذه الجلود المحترقة إلى جلود غير محترقة ليواصل لهم العذاب، فيغير من صفتها لا من حقيقتها. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يعني ليعذبوا بها والعياذ بالله. إن الله كان عزيزا، أي قويا
لا يغالبه شيء، حكيما يضع الأمور في مواضعها، ومن ذلك تعذيب هؤلاء، أنهم يستحقون العذاب ولا يستحقون الإكرام. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.